هرب هاي بسوا هاي. يقول لما صار يوسف متمكن في موضوع الزراعة وشاف المنامات والله طاع إنه تأويل ما للمنامات، وكذلك يعلمك ربك من تأويل أحاديث، يعني تفسير المنامات. فلما يعرف تفسير المنامات يعرف شنو راح يصير، هو هم نبي فعرف أنه راح يصير زراعة، بعدها راح يصير قحط، إذا صار قحط راح يصير الاقتصاد المصري بقيادة مسؤول الاقتصاد يوسف أقوى اقتصاد بالمنطقة، وبهاي الحالة راح يقدر يوسف يحقق كل القضايا المادية اللي كان هو يعني يعاني من الضغط على نفسه بسببها، مثلا ما عنده أموال، ما عنده رجال، ما عنده غرمان، هو عبد، هو عشيرة ما عنده، وكذا لم يستطيع حتى التواصل مع أبوه في العريش أو تخوم فلسطين. فهنا تعرف شو نسوي، شوف 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 إن في ذلك الآية إحنا آخر الأمم، كل القصص صايرة، بس نتذكر يعني مو أذكر إن بعد الذكر، شوف شوف شو عايز. فجاء أهل مصر إلى العزيز، من العزيز؟ هو نفسه يوسف. قالوا أعطنا من الحنطة والشعير اللي في المخازن سايلة، وات سوى هو 7 سنين تزرعون دأبا فما زرعتم فذروه في سنبلة. هذا البحث الاقتصادي والصحي في هذا المجال، إنه حباية بس طلع من السنبلة تضعف تاكلها السوسة، إذا خليتها في سنبلة ما تتعرض للتلف، فذروه في سنبلة. قال له بأن قال نعم أبيعكم بالمال، أجيبوا فلوس أعطيكم حنطة شعير، فجابوا الأموال حتى نفدت، يعني السنة الأولى كل فلوس مصر صارت لمن؟ يوسف الصديق. اللي أصور هاي المسلسلة حتى هاي نقطة ما قايلها، أصور ما متابعها بس حسب ما ينقلون الأخوة، ما ينقلون كل الأحداث اللي بتجينا بالأخبار عن أهل البيت صلوات الله عليهم. يقولون بالسنة الأولى كل فلوس مصر أخذها، باع لهم حنطة. السنة الثانية إجوا وقالوا يا أيها الصديق يوسف، أيها الصديق أعطينا من الحنطة يعني نطلع من الجوع. قال نعم بالمال. قالوا نفذ المال، ما طلعت فلوس. قال أبيعكم بما تملكون، شنو عندكم أنتم غير الفلوس؟ غير الذهب والفضة، شنو أقلتكم مثلا؟ اللي عنده مثلا بساط، اللي عنده مثلا دكان، اللي عنده شغلات يعني أشياء، شنو عندهم أشياءهم؟ فباعوا جميع ما يملكون من الأشياء السنة الثانية. السنة الثالثة أيوة إجوا، قالوا يا أيوة شوف رب العالمين اللي يسوي، ويمكرون ويمكر الله. تعال سوي اتفاق يا الله، في ناس كانوا عاملين عزة وهبي عايشين سنين بلا عزة وهبي، كانوا ياخذون حاجات من سنة. احنا قاعدنا الله جميل وبديع السماوات والارض، وهو يجير ولا يجاب عليه شيء، يعطيك كل شيء ما خايف من كل شيء، ايش بتعتمد عليه؟ قوة إيمان يريد، فكر هواي يريد. قال نعم بدوابكم، عندكم حصونة، عندكم جمال، عندكم حمير، عندكم غزلان، عندكم خرفان، عندكم ماعز، دجاج، كل هذا تجيبوه بالوزن طبعا، قال بالعدل يبيها، مثلا هم شلون كانوا يبيعون كيلو حنطة شقد؟ كيلو حنطة دجاجة 3 كيلوات خروف مثلا، فيجيبون ياخذون. حتى نفذت المواشي كلها صارت ممتلكات يوسف، طبعا في محله ما ينقلها، يعني يقول لك خلي المواشي في بيتك بس هي مالاتي، انت اجير انا استعملك اعطيك فلوس حتى تعيش المواشي مالتي، البساط ايه بس هو عندك بالبيت دير بالك عليه ما تلفت هالشكل، عرفت مو؟ ولا مخازن يوسف لو تبلغ ما تبلغ، ما يقدر كل الدنيا يحويها في قصره او في مخازن. شوف بعد شنو صار، فجاء في السنة الرابعة قالوا يا يوسف أيها الصديق انتهى المواشي، انتهى والممتلكات، انتهى كل الأموال، انتهى وراح نموت من الجوع.
هذا العقار عندكم عقار، عندكم أراضي تبيعونها، تبيعونها ونتصدق عليكم. قال الأولاد هي فباعوا عقاراتهم، يعني ملك مصر من المال بالمناسبة الأنبياء والصديقين يشترون العقارات، يعني الإمام الحسين اشترى كربلاء، الإمام الرضا اشترى خراسان، عرفت؟ يعني الأنبياء والصديقين يبدون يعيشون بملك غيرهم، يريد إلم حتى يكون واحد مو عنده نية على النبي أو على الصديق له، فاشترى الأراضي. فجاءوا في السنة الخامسة قالوا يوسف أيها الصديق أنت فكرك من يروح؟ فكرك لازم يروح شنو رب العالمين يسوي؟ ورب العالمين مثل ما يبين في خلق الذبابة والجمل يبين هالشهوات مو تضبط هن يبين رب العالمين يسويها سبحانه وتعالى. نسأله رضاه في الواقع والجنة وغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، يعني الجنة تتصل بالله سبحانه وتعالى وتتأمن وارتبط بالقوي بالعزيز. أما لا سمح الله قاعد تلتهم جيبي وشوية ثاني طويل خبرني أنا ربكم العالم كلش مشكلة. قال نعم تبيعوني أنفسكم حتى أعطيكم. قالوا أنا أبيعك أنفسنا لأن كان في قانون، قانون يوسف ذاك الأيام أنه يجوز بيع النفس، يجوز واحد يبيع نفسه، هو حتى المضطر ما لك بس القانون كان يصير. فباعوا انفسهم ليوسف. هنا اريد ان اوصلك هنا بعد شنو بقى؟ خلص يعني ما عندهم مطلقا اي شيء، مطلقا كل شيء لا يملكون. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول مالي حبيبي يوسف شلون تبيعوا وتشترون؟ الا اخليه لكم يشتري. أينما قام يوسف من الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك اللي يظلم النبي ويظلم آل النبي أعرف الله شو محضر. عرفت؟ شنو محضر؟ عند موعدهم الساعة والساعة أدهى وأمر من عاد وثمود، أدهى وأمر من قوم فرعون وقوم كذا والمؤتفكات واصحاب الرس. الساعة أدهى وأمر. السلام عليكم. الساعة ليس هي القيامة الكبرى. اكو عندنا ساعتين، ساعة القيامة الكبرى والساعة لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن لما ملك يوسف ملك العبادة والبلاد والأموال والذهب والفضة والمواشي والناس وكل شيء، ما كان أي واحد في مملكة يوسف وهو وما يملك إلا ملك صرف ليوسف مقابل يأكل. أنت مصارع عديد، مصارع عديد. الآن يجب أطعام العبد من تلك الرعاية. عبدك في الجوعة حرام، حرام انه تجيع عبدك رفقا بالاسيرين، حرام واحد يضغط على مرته او طفله على الاكل، كلش قبيح اصلا مو بس حرام، قبيح كلش انه لا تاكلين، لا تاكل للولد يقول لا تاكل، مو شلون يعني؟ ليش هو ياكل من رزقك؟ من الله سبحانه وتعالى ياكل. هسه صار يوسف شو يسوي؟ يعني لازم ينفق عليه، عرفت شلون؟ مع المركب صار ذيك. فهنا ماذا قال لهم؟ قال لهم اذهبوا انتم الطلقاء، اطلق سراحكم كلهم وارجع لهم اموالهم كلهم. شنو راد يثبت يوسف؟ راد يثبت انه هو عزيز مو بس ان ملك مصر، هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يرضى لما الله يقول ما ارضى، خلاص انتهى كلام، انتهى نقطه راس الصدر، ما يرضى خلاص. قال ما ارضى انه يوسف يقول ما كانوا يعلمون، يعني هو ما كان يعلم انه يوسف. هاي من الذنوب التي تعلم او لا تعلم تاتي المصيبه مالتها. الان اذا في بعض لا يعلم يشرب خمره، خمره تقول خطيه، لا يعلم لا اسكر خليه يشرب بس ما اسعى، الخمره ما تعرف بس تقول اسكره جلد ما